مستوى متضارب يعني مختلف. كتلقى اعمال اللي هي مخدومه من حيث النص، مخدومه حتى من يعني الجوده ديال الممثلين، طريقه الاداء ديالهم. وكاين اعمال اللي ما وبيني وبينك ما كنتفرج بزاف، يعني حدي كنتفرج مع الوالده ملي كنكون كنفطر، كنتفرج في ذاك يعني في ذاك الوقت ديال الافطار. ربما كنشوف الاعمال في الشرق اكثر، كنشوف الاعمال يعني في الشرق اكثر. الجديد ديالي هو اغنيه غتكون ديو ما بيني وبين فنان جزائري، اللي ان شاء الله غادي نلونسيوها بعد رمضان. وكاين عمل اخر ان شاء الله حتى هو غادي نلونسيوه ان شاء الله في اواخر الصيف. ونتمنى حنا خدمنا على هاد الاغاني هادو. انا كيف لاحظتوا ما صدرتش اغاني في هاد الفتره اللي فاتت، فكنت خدام وفي نفس الوقت كنتسنى الوقت المناسب ان شاء الله باش نبارطاجيو هاد الاعمال هادي مع الناس. كنوعدكم ان شاء الله انتم الاولين تكونوا سباقين انه تعرفوا من خلالكم نوصلوا العمل الجديد للناس من بغوا نصدروه. واللي نقدر نقول لك هو فنان من الفنانين الكبار ديال الجزائر، يعني من الشيوخ ديال الراي. فوالا، ملي كتبغي دير عمل ما كتقولش انا، يعني كانوا بعض الاصدقاء اللي هما اللي كيعرفوني وكيعرفوا هذا الفنان الجزائري، وقالوا لي علاش ما ديرش ديو معاه وانا فان ديالو. قلت لهم على بركه الله، وتواصلنا معاه وقال لك على الرسول عين. وفوالا جات الفكره بحال هكا ببساطه، في حين انه كاين بزاف ديال الفنانين اللي كان بينو مغاربه اللي كان بينو وبينهم مشروع ديو، ويعني من جهتي انا ربما مشغول وربما هما مشغولين حتى هما اكثر، وبقات بحال هكا. داكشي تكون قلتي سير الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.